بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الشافي. بسم الله المعافي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى وهو على كل شيء قدير. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أملك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل من هو لك سميت به من أو أنزلته في أحد من كتابك أو استعثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا ومبلغ علمنا وأن تجعله زادا لنا في الدنيا وفي الآخرة يا كريم. اللهم إني أسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ودعاء مستجابا وبدرا على البلاء صابرا. اللهم يا ذا العرش الشديد والأمر الرشيد أسألك أن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود إنك رحيم ودود. اللهم هذا دعائي وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك الإسلام. أيها الإخوة المؤمنون سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل قراءة للقرآن يا رسول الله؟ فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام ونحن في رحاب هذا اللقاء الطيب المبارك تكريما لهذه الروح الطيبة الطاهرة التي صادت إلى ربها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبها في عليين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وفخر قراء العالم الإسلامي وابن من أبناء المدرسة القرآنية المتميزة التي أتقنت القرآن الكريم حفظا وترتيلا وتجويدا وقراءة وتتمتع بالأخلاق الحسنة أخلاق أهل القرآن الكريم. فضيلة القارئ الإذاعي الشيخ أنور الشحات محمد أنور فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يرى أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا
Oh,
Thank you.
Yeah.
إنما فمن هذا فإنما
وقل الحمد لله فَمَنِ ابْتَدَى فَإِنَّمَا
إنه كان
من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونقبل لهم من الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون.
مشيناها خطى كتبت علينا ومن كتبت عليه خطى مشاها ومن كانت منيته بارض فليس يموت بارض سواها. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام تلاوة قرآنية مباركة سعدنا بها واستمتعنا بها تلاها علينا قارئ اذاعات مريد مصر العربية والعالم الاسلامي والمقيم بمدينة القاهرة فضيلة القارئ الشيخ انور الشحات محمد انور. مذيعة نقلت على مسامع حضراتكم بمصاحبة شركة التراصد الكبرى والإنارة الحديثة بأدخل محطات ديزل كهربائية وكبرى مخازن فراش الكبرى اولاد الحاج الشمس احمد العوضي او ليلى مركز ميد غمر ادارة المهندس سامح العوضي والمهندس احمد العوضي. ايها الاخوة المبروك شكر الله وسعيكم جميعا 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 جميعا